مهدي. سيد مهدي، يعني أنتم موزعين مرشحيكم على 11 محافظة من بينها واسط وكربلاء والأنباري وتكريت وديالة. هل تغير استراتيجية الحزب الديمقراطي في الانتخابات؟ يعني والبعض يقول لك الهدف السياسي المستقبلي من الدخول في هذه المحافظات ربما يكون أكبر، يعني يكون أكثر يعني واستقطاب الجمهور في الجنوب والمحافظات الأخرى. أكيد ستي الغالية، جنابش تعرفين أنه قبل الانتخابات السابقة والعمليات السياسية اللي مرينا بها كانت أولا خلينا نقول عليها مذهبية بحذافيرها، وأحزاب محسوبة على المكون وعلى المكون. فالمرحلة اللي مر بها من 18 سنة بعدم تقديم خدمات للشعب العراقي خاصة المناطق الجنوبية والفرات الأوسط اللي شافوا الفشل وعدم تقديم خدمات إلى آخره، من مرة ما مروا به من مآسي. هذا جعل اولا انه نقول التظاهرات اللي صارت عن خدمات عن الى اخره، الى وصلت الى انه مطالب يجب تغيير الوضع اللي هم به. هذا حتم على ان يكون هناك اولا تغيير بقانون الانتخابات، واضافه الى المحكمه الاتحاديه، اضافه الى كل امور المفوضيه، جعلت ان يكون هناك انتخابات مبكره. اذا هناك صار تغيير في البيئه العراقيه بشكل عام. هذا ما استوعبه اولا حزب الديمقراطي الكردستاني باعتبار انه اولا عنده تجربه ناجحه في اقليم كردستان من بنى تحتيه، من قانون، من رعايه، من كل هذه الامور اللي هو الان ما اقول افتخر بها انه يكون هو بالدرجه الاولى ويحسد عليه. ولهذا السبب دائما نشوفين كتل الفاشله ترمي بكل فشلها على اقليم كردستان لانه ناجح في كل هذه العمليات اللي هو بها، مما جعل انه يفكر نقل هذه التجربه، نقل هذه مو فقط التجربه الديمقراطيه، تجربه العمل البنى التحتيه اللي عنده لهذه المحافظات الجنوبيه، مما جعل اولا ان يفكر يعطي مجال لبقيه المكونات ان كان العربية السنية، العربية الشيعية، اليزيدية، المسيحية. لهذا السبب شوفين كانت دعوته إلى المشاركة هذه المكونات، بعض المكونات الموجودة والأقليات بالانتخابات، هذا من أجل أولا ذكرت الجنابك نقل. ثاني ترشحت، أكو عندنا مرشح بالأنبار، عندما يعني شاف اللي موجود في محافظة أربيل ينقل التجربة اللي موجودة في أربيل في محافظته. نعم. من كل الأمور إن كان قانوني في صلاح الدين أيضا، في صلاح الدين، في واسط، في ديالة، في النجف، في كربلاء. حقيقة أكون نقطة كلش مهمة. نعم. الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال هذه الفترة يعني اللي نجحها، أنا وجهة نظري اللي نجحها لدى كل الكتل السياسية واللي خلاه يكون هو المتميز دائما، أولا صراحته ووضوحه أمام شارعه، ثانيا أكو شخص من يتعرض إلى هجمات وإلى تسقيط وإلى تشر، ما خلوا على الديمقراطي الكردستاني، إسرائيل، سرقة، تخريب، كله يعني لو غير حزب والله وغير قيادة لا والله تنهار. هذا بالعكس خلى الامر اللي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ولدى القياده انه يعطيه قوه. هذا شيء اعتمد على مدى فكر القياده والزعيم مسعود البرزاني على صبره، على تحمله، على كل اللي حامله من فكر، من ثوره، من قياده لمده سنين. انتجت لك حزب قوي، انتجت لك ليش هسه الاحزاب البقيه اللي عندنا. ولكن ايضا اريد اضيف لك نقطه مهمه جدا، ما تحدث به الرئيس مسعود البرزاني اثناء المؤتمر او البرنامج. اعملوا ولا كلام قليل. اريد كلام قليل لكن الفعل كبير، يعني وهذا في الشيء كلش ايجابي، يعني وتوصيه كلش مهمه. نتمنى من القيادات السياسيه والاحزاب السياسيه اللي موجوده في بغداد والمحافظات ايضا تتحدث مع مرشحيه وناخب، يعني نقطه مهمه جدا، الكلام قليل والفعل اكبر. هذا اللي جعل يعني اكثر المحافظات الجنوبيه خاصه في ذي قار يعني تطالب في السيد رئيس اقليم كردستان ان يكون هو حتى مسؤول على محافظات الجنوبيه. ليش؟ منين اجى؟ من اجى انه شافوا هذا المهندس الاعمار اللي يعرف في اقليم كردستان سيد نجرفان البرزاني من الشخصيات المرموقه لدى العراق ولدى العالم كله. اذا اكو فكر، اكو عمل، اكو انتاج، اكو شغل لهذا الحزب، مما جعل انه يفكر ليس في اقليم كردستان فقط في هذه المرحله، باعتبار اكثر المطالبات كانت والكل يشهد لها، حتى اكو شيوخ عشائر من البصره اتت الى زعيم مسعود البرزاني قعدت وياه يا تعال انقذنا من الموضع اللي احنا به. هذا جعل انه تفكير الزعامه اللي موجوده
عندنا في اقليم كردستان وعلى عرس الزعيم مسعود البرزاني والقيادة الموجودة انه تنقل هذه الفكرة وتنقل هذه الخدمة الى بقية المحافظات الجنوبية، مما جعل انه ترشيحهم، وهذا اعتقدنا في بغداد موجود عندنا مرشحين ثلاثة، قبل كان عندنا واحد الان ثلاثة. ثلاثة وين دوائرهم؟ عندنا واحد في مدينة الصدر الساد آزاد حميد الشفي، وهو من عشيرة كبيرة وان شاء الله هو من الفائزين، اضافة الى استاذ جاسم استاذ محمد عبد الكريم اعتقد هو من عناصر الكفوة اللي يستحق ان شاء الله يكون ممثل في شارع الكفاح وبالاعظمية، الى وعدنا في مناطق الزوبع اكراد اللي هاي فد نقطة اخرى تضاف لحزب الديمقراطي الكردستاني انه لدى اخوة العرب لدى هو اكرادنا اللي موجودين هناك انه يدعمونا قبل هاي العشائر. نعم، شيء ايجابي جدا انه اليوم نشوف شخصيات عربية تدخل بقوة بالحزب الديمقراطي، وايضا نشوف يعني ناخب عراقي، يعني مو بس المرشح، حتى اللي ينطي صوته هو عربي ينطي لقائمة كردية. اتوقع انه تجاوز الحزب الديمقراطي اقليم كردستان، هاليوم اصبح في جميع انحاء العراق، نتمنى انه يكون له تأثير كبير بالمرحلة القادمة، لان نحتاج الى عقلية بصراحة تدير العراق، لان مل المواطن 18 سنة من الازمات وخيبة الامل بصراحة. واكو فقرة كلش مهمة حابة اضيفها، ان حتى في الدورة اللي مضت ان حتى في شقد كانت صراعات حتى بخصوص الموازنة، يعني تبين كانت الهجمات اللي موجودة على حزب الديمقراطي الكردستاني انه ماخذ خيرات العراق كليته، ولكن صبر القيادة الكردية والنواب اللي عندنا وعملهم بحقيقة غير، والله أثلج الصدور أنه أوصل الفكرة بطريقة صحيحة للشارع الجنوبي لشارع الفرات الأوسط أنه ترى إحنا هذا اللي عمل اللي عندنا، وكانوا صريحين وواضحين لدى هذا الشارع، مما جعل أنه أولا يتيقن الشارع الجنوبي والفرات الأوسط أنه هذا الحزب هو حزب واضح وصريح. أنا أريد أتحدث نقطة مهمة جدا، يعني مؤسسة بارزاني الخيرية بصراحة إجت بغداد، وايضا من ليس في بغداد لا بس خليني اتحدث لك، هذه يعني شاهده عليها في البصره. نعم في بغداد، ويعني اكيد كانت بتوصيات من السيد الرئيس مسعود البرزاني، راحت للبصره وللنجف وايضا لكربلاء وللناصريه ولميسان، وانا كنت وحده من الشاهده وحده كنت وياهم يعني باللي راحوا، واللي في كل ازمه يمر بها البلد هم نصور نطلعها بالتلفزيون يعني، وما قبلوا رفضوا وقالوا انه هذه مساعدات الأهلنا والناسنا، نرفض أنه تطلع بالإعلام، هاي أنا شهد عيان عليها في محافظاتنا العزيزة. وتحدث الرئيس مسعود البرزاني كلام مهم جدا، قال نحن شعب واحد اللي يصير بالناصرية وكأنه صار بإقليم كردستان. خلي أنتقل لي